تحدني فهمني يعرف وش قاصد في معنى يبكي معايا ويبكيني مجروح بحالي ماني شربات قل نغني اللي جرحتي مثلي يا غرني انا نجرح كل خير غدرني غير لي حالي سلاحي ورجع يضربني خلوني نبكي خلوني يبكي معايا اللي وحداني وخلي للوالي ما لقيت حد اللي يفهمني ويعرف وش قاصد في معني يبكي معايا ويبكيني مجروح بحالي من شربة طل نغني اللي جرحتي مثلي يا غرني انا جرحت والخير غدرني غير لي حالي سلاحي ورجع يضربني خلوني نبكي خلوني يبكي معايا اللي وحداني وقليل الوالي انا ربي رد عليا والتكويت بهالكية نديها للقبر معايا في اليوم التاني خير اللي طفرها فيا ورجع راه يضحك علي هذه هي حالة الدنيا قطعت حبالي قطعتهم وحملت الدية ومرضيت حد يستهزا بيا وانا نخلص بعيني والعز الغالي والتكويت بها بكية نديها للقبر معايا في اليوم التالي خير اللي طفرها فيا ورجع راه يضحك عليا هذه هي حالة النية قطعت حبالي قطعتهم وحملت الدية ومرضيت حد يستهزا بيا وانو خلص بعيني والعزل غالي هذا رأيي وذا تديري وانو خلص فيها عمري والله ما نسمح في قدري يرخص قبالي انا ربي رد عليا والتكويت بهذه الكية نديها للقبر معايا في اليوم التالي الخير اللي طفرها فيا ورجع راه يضحك عليا هذه هي حالة النية قطعت حبالي قطعت محمد الدية ومرضيت حد يستهزى بيا ولو نخلص بعينية والعز الغالي هذا ريوبة تدبيري ولو نخلص فيها عمري والله ما نسمح في قدر يرخص البالي عايش على حساب فكري ومخلي الايام تجري بالقلب غير الله داري عالم الاحوالي ده هو يا ناس زهري نديهم يهتان قبري وسويا نقصة وتجري عضو مجان يا خلق راني نستنى واش يظهر في اللي خدعونا هذا كمراني نتمنى باقي في بالي الأمان والنية هلفونا
نتمحلو والله معانا. الشدا في قصبتنا من عند العالي، غادي خلصوا اللي ظلمونا ومنهم كنتي ما يلفونا، واحنا يا ربي يكرمنا من خير افلام. ما لقيت حد اللي يفهمني يعرف اش قصد دماني، يبكي معايا ويبكيني اللي مجروح بحالي.